عندنا اليوم الاجتماع الاول للجنه اصلاح التقاعد اللي شاركوا فيها النقابات الاكثر تمثيليه ولا سي جو ام، مدراء الصناديق ديال التقاعد، وبالطبع ممثلي الحكومه من عدد من الوزارات. كيجي هذا الاجتماع بعد المحطه الثانيه من الحوار الاجتماعي اللي انعقد تحت الرئاسه ديال السيد رئيس الحكومه منذ اسبوعين اظن. هذه محطه مهمه جدا لجميع الشركاء في هذا الملف، عبروا اليوم على العزيمه ديالهم والجراه وروح المسؤوليه باش نطرقوا لواحد الورش استراتيجي لبلادنا اللي هو التقاعد. كان المحور الأساسي اليوم في هذا الاجتماع هو أن نتفقوا على واحد منهجية عمل، لأن خاصنا نكونوا عندنا واحد العزيمة باش في واحد الظرف الزمني محدود ما كيعنيش قصير، كيعني أن متفقين عليه، نتفقوا على هذه المنهجيات العمل. اولا التشخيص ديال هذه الوضعيه، لان الكل كيسمع على مشكل التقاعد، ولكن خاصنا نكونوا هذا التشخيص وهذه الوضعيه متفقين عليها مع جميع الشركاء. كذلك يكون واحد الوقت لنطرقوا المخرجات الدراسات اللي تمت منذ توصيات اللجنه في 2013 واللي قامت بها وزاره الماليه. وبعد ذلك، وهي أهم محطة، هي أن نتفقوا مع الشركاء على المبادئ وعلى رؤية مشتركة باش نوصلوا لحلول عملية وعلى واحد البرمجة زمنية لتنزيل إن شاء الله واحد الحلول لهذه المنظومة التقاعد اللي هي ورش كبير جدا على الصعيد العالمي وخصوصا في بلادنا. اليوم تم واحد العرض ديال بعد استقطاب من دراسات تمات اللي باقي ما توصلناش بها، مي كانت بعد ملاحظات مقتضبه اللي عطاتنا بعض السيناريوهات. حنا كنظن انه باقي الوقت اننا ندخلوا في السيناريوهات، لان هذيك الدراسات خص يتم التحيين ديالها بما هو نتيجه ديال الحوار الاجتماعي والمخرجات ديالو، اللي هو انخفاض ديال الحد الادنى للولوج الى المعاش 3240 1320، وهذا غيكون عنده وقع كبير على صندوق الضمان الاجتماعي. وكاين هناك فرضيات اخرى خصهم يدخلوها، وهذا غيكون عنده واحد نتائج ماشي بحال النتائج اللي كاينه دابا. كنظن ان التحيين ديال الدراسات هي مهمه، وهادشي ما كيمنعناش اننا نبداو التصورات. تكلمت على التصور ديال السن، تكلمت على التصور ديال الاقتطاعات. حنايا اهم حاجه كتهمنا هي اكمال الاصلاحات المقياسيه قبل ما ندوزو للاصلاح منهجي. دونك هذه الاصلاحات المقياسيه كتهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اولا الخلط ما بين صندوق كمعاشات وصندوق كمنظومه ديال الصحه، وكانوا بعض الاقتطاعات مشاو باش يمولوا واحد الطرف. دونك من الاهميه ديال شنو بقى لنا كهوامش ربح في الاصلاحات المقياسيه، هاد الفرق وعدم الخلط ما بين ما هو قرار تم في اطار تمويل واحد بروفيزوار ديال واحد لاكيس، خصو يرجع ويكون عنده وقع ايجابي كبير على لاكيس ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكنظن ملي غنكملوا هاد الاصلاحات المقياسيه، حنا منفتحين على الدراسات اللي تمات واللي يمكن تقاسموها معنا، ولكن بشكل محين. اولا هذا اول اجتماع من بعد جمود من 2013 ديال اللجنه المكلفه باصلاح انظمه التقاعد. هذا اول اجتماع غتلوه عده اجتماعات اخرى. بطبيعه الحال الحكومه جايبه ماشي سيناريو ولكن اقتراحات، وخصوصا على مستوى المنهجيه ديال العمل ديال اللجنه، اللي خاص غادي يكون واحد المرحله ديال التشخيص ومن بعد مرحله ديال وضع التصور بخصوص الاستراتيجيه ديال اصلاح انظمه التقاعد. حنا بطبيعه الحال في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل كما كنا كنقولوا دائما، ما خصناش نبقاو كل مره نرقعوا، كل حكومه تجي ترقع ديال حلول ترقيعيه ودائما على حساب الاجراء، هادشي كنرفضوه. حنا بطبيعه الحال كنطالبوا وطالبنا منذ زمان باصلاح شامل اللي يكون فيه الـ يعني محاربة الهشاشة،
تحسين من القيمة ديال المعاشات وضمان الاستمرارية بطبيعة الحال ديال الأنظمة ديال المعاشات، ولكن ماشي على حساب المأجورين. هذا اللي كان اللي غادي نضلوا من أجله داخل هذه اللجنة، وهذا اللي غنقترحه. وعندنا أفكار كثيرة وعندنا تصورات كثيرة في هذا الاتجاه اللي غنحاولوا أننا نقنعوا بها الطرف الآخر اللي هو الطرف الحكومي، وغناخذوا وقتنا الكافي باش أي إصلاح يكون إصلاح النيت اللي عميق وفي نفس الوقت بصالح الشغيلة المغربية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.